فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. السؤال يعم الجميع يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسأل الذين أرسل فيهم الرسل، الأقوام اللي ربنا بعث لهم الرسل، ويسأل المرسلين، يعني يسأل الرسل والأنبياء سبحانه وتعالى. يبقى في سؤال يوم القيامة، في حساب. طيب، يسأل الذين أرسل إليهم، يسألهم عن إيه؟ عن كيف كانت استجابتهم للرسل. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، جاء بالأحكام، أمرك بصلة الرحم، أمرك بصلاة الفجر، أمرك ببر الوالدين، أمرك بغض البصر، أمرك بالأمانة وأن ترقب الله. ربنا يسألك عن الحاجات دي، فلنسألن الذين أرسل إليهم. قضية يا أخوانا مش قضية اختيارية، اللي انت تعمل بتعاليم النبي او لا تعمل بها مش قضية اختيارية، دي قضية إلزامية، لان في سؤال عنها يوم القيامة. ربنا هيسألك عملت ايه عن هذه التعاليم وهذه الاحكام وتلك الاوامر والنواهي. في سؤال وفي عقاب وفي ثواب. فلنسألن الذين ارسل اليهم، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني كيف كانت استجابتكم لتعليم المرسلين. في ناس أهملت تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تماما واستجابت فقط لأعراف وتقاليد. نشوف الناس ماشية إزاي وتمشي معاهم. يعني الناس في الأفراح شيء في منتهى العجب، يعني لما تشوف كثير من الناس في الأفراح اللي بيعملوها لما يحصل جواز أو شبكة تجد أشياء غريبة جداً ليس لها علاقة بالإسلام. الستات بترقص بشكل فاضح، واللبس فيه تبرج بشكل غريب، والشباب بيرقصوا ويتنططوا، وتلاقي حتى في الزفة تلاقي بيعطلوا الطريق، وتلاقي العربية تمشي يمين وشمال. إيه ده؟ هو مش فيه إسلام وفيه رسالة وفيه قرآن وفي رسول جاء للمسلمين؟ ايه اللي بنعمله ده؟ وتلاقي قلة حياء بشكل مريب، والناس كلها شايفة العروسة في أبهى صورة وفي قمة تبرجها، والعريس بيرقص، وممكن أحيانا يجيبوا راقصات، والراقصات تعمل أمور منكرة وقلة حياء، كأن مفيش إسلام. يعني بديك نموذج، يعني الأفراح دي على فكرة بتدهشني جدا، وإزعاج وطبل وزمر ودي جي، الله الله الله. طب والناس اللي نايمة مش مشكلة، ده فرح خلاص، الناس التعبانة ما حدش يقدر يعترض. ربنا هيسألنا على الكلام ده، هيسألنا أين تطبيق سنة النبي في مثل هذه الأشياء. ممكن يبقى فيه فرح بس ما فيش اختلاط، الستات بتهيص مع نفسها بس في وجود دف فقط، والرجالة مش قاعدين يرقصوا لأن ده لا يتناسب مع الرجولة، لكن هي الفطرة انتكست عند كثير من الناس. لكن الواقع إن ما ينفعش حد يفرح بهذا الإزعاج وهذه الصورة التي ليس فيها حياء ولا فيها التزام بتعليم الدين. يقول لك يعني ما نفرحش، هو أنت لازم تفرح بمعصية الله عز وجل؟ يعني هي الفرحة دلوقتي ما تحلاش إلا لما يكون فيه مخالفة لأمر الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان ربنا هيحاسب المرسلين وهيسألهم عن دعوتهم وعن تبليغهم، هل بلغوا؟ هل أدوا الأمانة؟ هل وعظوا الأمة؟ ولذلك قال النبي ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا أو يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. الرسول ما خسرش حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا استجابتنا بقى عاملة إزاي؟ في ناس واخدة الدين طقوس،
تلاقي الفيسبوك حاطط صورة الشيخ الفلاني وأدعية وأذكار، لكن تقابله في أرض الواقع إنسان ليس له علاقة بأحكام الإسلام إلا قليلا يعني. طيب فين يا أخواننا الأدعية والأذكار والشكل الجميل اللي أنت أوحيتهولي في صفحة في الصفحة بتاعتك اللي أنت رجل صالح؟ فالدين مش مجرد شعائر، الدين تطبيق عملي للأحكام في المعاملات والعبادات والسلوكيات والأخلاق. فهذه الآية تعلم أو توقن أن هناك سؤال، ولا ينجو حتى من السؤال حتى المرسلين عليهم الصلاة والسلام.